تعالوا برضو نشوف حالة المرور ايه بقى النهاردة. طبعا رجعت المدارس، هنشوف بقى طبعا الزحمة الصبح تحديدا في الويك دايز ويوم السبت، عشان خلاص بقى الدراسة يعني ليها طبعا تأثيرها على الشوارع. بنبدأ من صلاح سالم مع حضراتكم. دايما اللون الأخضر حتى الآن هو اللي موجود في صلاح سالم زي ما حضراتكم كده شايفين. ده كوبري 6 أكتوبر من الجانبين، حتى الآن مفيش يعني زحام كبير زي ما حضراتكم شايفين على الخريطة. كوبري 6 أكتوبر. هو لطفي السيد بقى من تحت هو اللي زحمة، عشان الناس اللي جاية من لطفي السيد تبقى عارفة أنه زحمة. ورمسيس زحمة جدا، الأحمر أهو بدأ يظهر في رمسيس، وكان امتداد رمسيس من ورا، من وانت جاي من مصر الجديدة أو مدينة نصر هتلاقي أنه كان زحمة، وبعد كده لا رمسيس زحمة، عشان كده بنقول للناس ما تاخدوش طريق رمسيس من تحت، دلوقتي في زحام كبير. وده يمكن غالبية الباصات بتاعت المدارس دايما بتاخد الطرق اللي هي مش الكباري، لا دايما بتاخد الطرق اللي هي من تحت زي رمسيس، ما بتاخدش الكباري العلوي يعني. كوبري 6 أكتوبر زي ما حضراتكم شايفين أهو. طيب يعني، وده محور 26 يوليو، في طبعا سيولة في الحركة المرورية، لأن كوبري أو محور 26 يوليو الحمد لله تم فيه عمل توسعة في الحارتين اللي كان رايح وراجع ل 6 أكتوبر، كان فيه الحقيقة إصلاحات كانت شغالة بقالها كام شهر، أدى إلى أنه الشارع بتاع محور 26 يوليو تم توسعته بشكل الحقيقة رائع جدا 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 على الجانبين، فده برضو أكيد بيسهل الحركة المرورية. طيب تعالوا بقى بمناسبة الحالة المرورية، تعالوا نشوف تقرير معلوماتي عن التطوير اللي حصل في طريق القاهرة السويس الصحراوي، نروح نشوفه ونرجع تاني. الطريق ده لما تم يعني تطويره وتوسيع الحارات فيها وتوسيع الشارع، والحقيقة سهل حركة المرور بشكل كبير جدا جدا، بقينا نشوف دلوقتي ما فيش الزحام اللي كان موجود في طريق السويس، سواء بقى اللي رايح بقى المحافظات البورسعيد والإسماعيلية أو حتى اللي رايح القاهرة الجديدة. لا الحقيقة الطريق رائع جدا جدا، وشكله حتى نظيف جدا جدا، وبقى مختلف تماما الحقيقة، وسهل الحقيقة حركة المرور. وتسهيل حركة المرور يعني
توفير وقت، يعني توفير مجهود، يعني توفير فلوس، يعني مود حلو انك انت عارف انك انت رايح مشوارك في وقت قليل. يعني الواحد دلوقتي لما بينتقل مثلا النهارده، لو انا رايحه من 6 اكتوبر ورايحه التجمع، بقيت عارفه انه خلاص انا مش هاخد اكتر من 50 دقيقه ولا 45 دقيقه في الطريق، على الرغم ان في الاول حتى كنت تلاحظوا ان الكوميكس اللي كانت بتظهر على السوشيال ميديا انه الواحد بيسافر من اكتوبر للتجمع عشان كان بيقعد في الطريق ساعتين وساعتين ونص، وده كان الحقيقه بيخلي الواحد وهو رايح اي مشوار شغل ولا حتى خارج مع اصحابه او اي حاجه، لا كان بيستثقل المشوار جدا، كان بيروح وموده مش حلو. لا النهارده لا، الواحد بقى خلاص بقى الدنيا ألطف كتير جدا جدا، بقى في سيولة في الحركة المرورية نتيجة الطرق دي. فالحقيقة من الحاجات الرائعة جدا اللي تمت في آخر 7-8 سنوات هو التطوير اللي حصل في شبكة الطرق، واللي أكيد بالتزامن معاها حصل تطوير في شبكة المواصلات.